تطالب عائلة الرملي بحقها من السكن الاجتماعي، خصوصا وأن الظروف المزرية التي تعيشها العائلة ظاهرة للعنان. فالأب إبراهيم أب لخمسة أطفال منهم بنت تعاني من مرض ذهني، فقد وجد الأب نفسه بين سندان البطالة بعد أن توقفت الشركة التي كان يعمل بها ومطرقت الحرمان من السكن، لعلم أن المسكن الذي تقطن به العائلة والمتواجد مزرعة الهوالي بمديا بصور الغزلان هو مسكن ليس ملك لعائلة إبراهيم، بل هو مسكن عائلي خاص بعائلة الرملي كاملة. وهذا المسكن جدرانه مهددة بالانهيار خصوصا في فصل الشتاء ومع زخات المطر الأولى، أين تعيش العائلة حالة من الرعب. رب العائلة يناشد السلطات المعنية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل العاجل قصد إنصافه وإعطائه سكن يحفظ كرامته وكرامة عائلته. السلام عليكم، معكم رملي إبراهيم، ساكن مدينة سور غزلان، بلاصة دومان هوري بومدين. الأولاد عندي خمس أولاد بدون سكن، راكم تشوفوا الحالة الوضعية تاعي كيف راه صاير لي مع وليداتي، راني في حالة لا يرتاحها. الشتا دي عقبت عليا الماء يدخل من كل بلاصة، ميديتي ولادي راه مرضى، عندي طفيلة مريضة تريزومي تعاني كل شاب خطرة نديها للسبيطار بدا نجري بها. أنا بدون عمل عندي مدة 7 أشهر بدون خدمة، مانيش خدام، راني قاعد قايم عند الناس منا ومنا باش نجيب لهم الخبز، مرة نجيبها لهم مرة ما نجيبها لهمش. والسكن وقتها حطيت الدوسي تاعي؟ والسكن حطيته 2015 حطيت الدوسي هادي وجامي شكيت من قبل، ما شكيتش كاع، بصح تزيرت عليا الحالة ضايقت عليا. سيدي الوالي راك تشوف، دبر راسك، هربنا ليك وربي، دبر راسك راك تشوف. هذه ما عندنا حتى واحد نشكر، رانا على بالنا بلي انت راجل زين وفيك الخير وربي يسترك ان شاء الله وشوف فينا، وراني بدون عمل بدون مأوى، نهار ناكلها ونهار ما ناكلهاش. وهنا مع فصل الشتاء كيف الحالة هنا في الدار؟ الحالة هنا في الدار كارثة، يدخل الماء من كل بلاصة، باتوا لابسين حوايجنا وقاعدين، يدخل من كل بلاصة، الدنيا قاع مقعرة، تيرنيت مكسر من فوق يدخل الماء، ما عندك ما تشوف، باتوا راكم تشوفوا الحالة تاعي الوضعية تاعي. واللجنة تاع السكن خرجت لك من؟ خرجت ليا لجنة تاع السكن وشافت الحالة تاعي وكل ما يلزم والو، خرجوا ليا زوج خطرات لجنة تاع وخرجت ليا في الاخر هذه، زادوا جاو ليا صحاب البلدية، جاو ليا وشافوني شافوا الحالة تاعي هنا خلعوا. صحاب البلدية كي خرجوش قالوا لك؟ قالك كارثة شافوها، نشكرهم جاو شافوا الحالة تاعي هنايا، بصح قالك رانا نعاودو نولو ليك، ولكن ما ولاوش، ما عاودوش جاو، راني نستنى فيهم ما جاوش. انا نطلب الوالي الراجل الزين هذا هو يشوف فينا، يدبر راسه.